السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم في هذه النافذة المباشرة التي نطلع عليكم فيها عند مدخل مدينة دورة. نتابع نحن وإياكم تفاصيل وحيثيات ما جرى قبل حوالي نصف ساعة إلى ساعة من الآن. شاب فلسطيني أوقفته الشرطة الإسرائيلية عند مدخل مدينة دورة، وقام شرطي إسرائيلي طبعا بإيقافه وطلب منه يعني أوراق ثبوتية لها علاقة يبدو بشخصه وبالسيارة. هذا الشاب طبعا بعد أن جرت هذه الحوارة والمحادثة ما بينه وما بين الشرطي الإسرائيلي انسحب من المكان، وتمكن هذا الشاب من أخذ سلاح الجندي، وذلك أيضا كان واضحا من خلال تصوير تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما أن تمكن هذا الشاب من الانسحاب من المكان حتى انتشرت قوات الاحتلال في كل مداخل مدينة دورة، حيث نقف نحن الآن تتواجد قوات الاحتلال كما تشاهدون في هذه الصورة في هذه اللحظات، وتقوم طبعا بتفتيش السيارات وبإجراء طبعا التفتيش طبعا للسيارات كما يظهر في هذه الصورة. وأيضا قوات الاحتلال عند مدخل مدينة دورة، تحديدا مدخل دورة من جهة الفوار، قامت قوات الاحتلال أيضا بإغلاق ذلك المدخل، وكان هناك حشودات عسكرية كبيرة في المنطقة. انتشر الاحتلال أيضا عند كل مداخل مدينة دورة، لا نتحدث فقط عن هذا المدخل الذي نحن نتواجد عليه الآن، بل أن قوات الاحتلال انتشرت على كل مداخل مدينة دورة، وكان هنالك يعني توقعات باقتحام المدينة. لكن بعد حوالي نصف ساعة من الحدث، هذا الشاب قام كما طبعا أفادت الأخبار والأنباء، قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وطبعا انتهى الحدث بمجرد أن قام هذا الشاب بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية. انسحبت قوات الاحتلال من مدخل مدينة دورة من جهة منطقة الفوار، وانسحبت قوات الاحتلال كذلك من منطقة غرب دورة، تحديدا منطقة طاروسة ودير سامت. لا تزال قوات الاحتلال تتواجد عند مدخل مدينة دورة من منطقة مثلث خرسة بالتحديد، حيث نحن نتواجد كما ذكرنا هنا تواجد لقوات الاحتلال. لكن كما تشاهدون حركة السيارات حركة طبيعية اعتيادية، والناس يعني عادت إلى حياتها بشكل طبيعي اعتيادي. إذن هذا ما جرى هذا الصباح. الإعلام العبري طبعا تحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل وتابع هذه القضية، ويعني تحدث الإعلام العبري عن الرواية التي سيسوقها الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بطولة السائق الفلسطيني، وعن يعني الشرطي الإسرائيلي الذي لم يتمكن من حماية سلاحه. تحدث الإعلام العبري بإسهاب في هذا الموضوع، وقال بأنه الآن الفلسطينيون يعني سيصورون المشهد وكأنه انتصار للسائق الفلسطيني الذي تمكن من نزع سلاح الشرطي الذي تمكن من نزع سلاحه. طبعا هذا هو هنا حاجز كما تشاهدون سادتي الأفاضل المتابعين الكرام. قوات الاحتلال طبعا تتواجد هنا، الحركة طبيعية اعتيادية، ولا حديث يدور طبعا عن يعني أي حواجز لقوات الاحتلال، فقط الاحتلال متواجد هنا في هذه المنطقة كما تشاهدون وكما تتابعون، ولا حديث يعني عن أي إجراءات أخرى. إذن هذا ما جرى صباح هذا اليوم عند مدخل مدينة دورة الجنوبي من جهة الفوار بالتحديد. تمكن سائق فلسطيني من طبعا نزع سلاح شرطي إسرائيلي وانسحب من المكان كما ذكرنا. طبعا قوات وهذا الشاب سلم نفسه لأجهزة الأمن الفلسطينية وانتهى الحدث. هنا أيضا كما تتابعون وكما تشاهدون في هذه الصورة، هذه نقطة عسكرية مقامة بشكل دائم هنا عند منطقة مثلث خرسة، تتواجد قوات الاحتلال عند هذه النقطة في هذه اللحظات، بالإضافة أيضا إلى هذا الحاجز التي تقيمه قوات الاحتلال عند منطقة مثلث خرسة بالتحديد كما تتابعون في هذه الصورة وكما طبعا تشاهدون. إذن ألخص مرة أخرى لكل المتابعين الذين انضموا إلينا في هذه اللحظات، الحدث الذي نتابعه منذ ساعات الصباح هنا في مدينة دورة. طبعا قوات الاحتلال حشدت قبل حوالي ساعة من الآن بحشودات وتعزيزات عسكرية عند كل مداخل مدينة دورة بعد
تمكن سائق فلسطيني من نزع شلاع شرطي إسرائيلي عند مدخل مدينة دورة من جهة الفوار بالتحديد. ونتحدث يعني عن حدث استمر حوالي نصف ساعة، حشودات عسكرية كبيرة كانت عند كل مداخل مدينة دورة. بعد نصف ساعة أو أكثر بقليل من هذا الحدث تمكن أو قام هذا الشاب بتسليم نفسه لأجهزة الأمن الفلسطينية، وانتهى هذا الحدث بمجرد تسليم هذا الشاب نفسه. طبعا الصورة كما تتابعون يعني فقط هذه المنطقة التي نتواجد فيها، توجد فيها التعزيزات العسكرية. في بقية المناطق قوات الاحتلال انسحبت، طبعا انسحبت من المكان. إذن هذه هي الصورة. إذن هكذا بدأ المشهد، هكذا بدت الصورة سادتي الأفاضل متابعينا الكرام. لخصنا لكم الصورة، لخصنا لكم المشهد حيث الحدث الذي جرى في مدينة دورة هذا الصباح. بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه النافذة وختام هذه التغطية. أتمنى لكم أوقاتا طيبة إن شاء الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.